تالت شريف سلامه في الم... في ال... في ال... في المعهد في المعهد صح؟ في سنه اولى في سنه اولى واتخطبت اول ما اتخرجت على طول؟ لا اتخطبنا واحنا في المعهد والله؟ اتخطبنا في سنه رابعه تقريبا بس كنا بنحب بعض طبعا من تاني ثانيه تاني سنه في اولى احنا سقطنا اول سنه انتوا ايه؟ سقطنا اول سنه انتوا الاثنين؟ لا ده في سنه سقطت له انا بعد كده يعني في سنه اعتقد ثالثه. انا شايفاكي على فكره ست عاقله جدا وجامده وملمه بالاسره، ايه اللي انت عملتيه ده بقى؟ كنت بشتغل سنه اولى، انا كنت بشتغل قوي ها. وكان احنا عندنا اربع مواد تعيد السنه لانهم عملي زي طب كده فكان وده كان ايه في بعد اذنك الدكتوره سميره هقوله بعد اذنك دكتوره سميره محسن دكتوره سميره محسن ودكتور جلال الشرقاوي بعد اذنك يعني انا في سنه اولى وزي وشاطره انا كنت شاطره جدا على فكره فانا وكنت ساذجه قوي عبيطه قوي فالمهم كنت على خشبه المسرح بعمل المسرحيه راحت الدكتوره سميره راحت لي تعالي مين اللي اداكي الاداء ده دكتور جلال اداكي الاداء ده قلت لا دكتور جلال ما جاش من اول السنه بمنتهى البراءه راحت قالت لي ما جاش من اول السنه طب يا حبيبتي اقعدي السنه الجايه عشان تخليه يديكي السنه الجايه سقوط طخ على طول ليه عشان انا غلطت مفيش حد عاقل يقول اللي انا قلته هي بس دي حقيقه حقيقه ايه في حاجات ما بتتقالش على فكره ولا سقطت بسبب حاجه تانية وانت كنت بشتغل برضه يعني بصراحه السنه ثالثه شريف ما كانش ليه مزاج يتخرج يعني اتخرج اعمل ايه لا مش عايزه اتخرج يا حبيبي يهديك يرضيك لا سقطت مادتين النظري وعدت معاه السنه هسيبه لوحده يعني يا منى انت شاطره قوي بسبب عليا شاطره قوي شاطره قوي ايه الشطاره اللي انت فيها دي يا شاطره قوي والله صعب عليا صعب عليا اسيبه لوحده بس انا كنت موافقاكي في حاجات كتيره في اللي انت قلتيه بس لحد كده وكفايه طب استني بس قولي انك بتستخدمي السنه اللي انت سقطتيها له دي يعني في وانت بتستعطفيه مثلا تقولي ده انا اللي سقطت لك سنه يعني قولي لي ان انت يعني عمري ما قلت له انا سقطت لك سنه دي بس لو ما خدش باله ان انا سقطت له سنه مصيبه دي سنه سنه وكنت شاطره يعني ناجحه ناجحه يعني لكن الجميل انا سقطت لك سقطت لك سنه في حالها من يا عمري يا الله ماشي المهم انه الحمد لله اتخرجوا واتجوزوا وكل الحاجات دي عدت